ولم يصدق جاك عينيه. في الخارج حيث ألقت أمه الحبة السحرية، وجد شجرة عملاقة تصل فروعها إلى عنان السماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أصدقائي في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان جاك والشجرة المسحورة. أتمنى أن تنال إعجابكم. سماعا طيبا. يحكى أنه كانت هناك امرأة فقيرة تعيش مع ابنها الوحيد الذي كان يدعى جاك. كان جاك ولدا كسولا لا يحب العمل، وبمرور الوقت ازدادت الأسرة فقرا. وفي أحد الأيام من الصيف الحارة، قررت الأم أن ترسل ابنها إلى السوق لكي يبيع بقرتهم. كانت البقرة هي كل ما تبقى لهم من الدنيا، كما أنها لم تكن تدر لبنا. ما إن سار جاك قليلا حتى قابل رجلا عجوزا. سأله الرجل: إلى أين أنت ذاهب بهذه البقرة أيها الشاب الصغير؟ فأجابه جاك: إني ذاهب إلى السوق لكي أبيعها. فقال له الرجل: حسنا، إن هذا يوم حظك، يسعدني أن أشتري منك البقرة مقابل هذه الحبات السحرية الخمس. إنك بمجرد أن تزرع هذه الحبات سوف تنمو وتكبر حتى تصل إلى السماء صباح اليوم التالي. فقال جاك في نفسه: إنها صفقة رابحة، لأن هذا يعني أن بإمكانه أن يعود إلى البيت في الحال وأن يقضي بقية يومه مستلقيا في الشمس. فصاح جاك عندما وصل إلى المنزل: انظري يا أمي، لقد بعت بقرتنا مقابل هذه الحبات الخمس المدهشة. فقالت له أمه وهي تجذب الحبات من يده لتلقي بها من النافذة: أنت غبي وكسول. ثم عاقبته بالحرمان من العشاء والذهاب إلى فراشه في الحال. نام جاك حتى وقت متأخر من صباح اليوم التالي. وعندما استيقظ وجد غرفته مظلمة، وعندما فتح النوافذ وجد أوراقا ضخمة وطهورة حمراء تغطي النافذة. ارتدى ثيابه سريعا وجرى نازلا على السلم إلى أن وصل إلى الحديقة، ولم يصدق جاك عينيه. في الخارج حيث ألقت أمه الحبات السحرية، وجد شجرة عملاقة تصل فروعها إلى عنان السماء، حتى أن قمة الشجرة كانت مختفية وسط السحاب. بدون أن يتردد ثانية واحدة أخذ جاك يتسلق الشجرة، أخذ يتسلق ويتسلق إلى أن وصل إلى قمة الشجرة وتخطى السحاب حتى وصل إلى السماء الزرقاء. وجد أمامه طريقا طويلا مستقيما أبيض. عندئذ شعر جاك بجوع شديد، فبدأ يسير في الطريق على أمل العثور على مكان يستطيع أن يجد فيه إفطارا. ولحسن حظه وجد أمامه قصرا عظيما. تقف أمام بابه سيدة ضخمة. قال جاك في أدب: صباح الخير، هل يمكن أن تعطيني شيئا آكله؟ فقالت المرأة: أعتقد أنك يجب أن تهرب بأقصى سرعة، إلا إذا كنت تريد أن تكون أنت نفسك الإفطار لشخص آخر. إن زوجي غول، وأكثر ما يحبه هو تناول لحوم الأطفال الصغار مقلية على قطعة من الخبز الجاف. وكان جاك يشعر بجوع شديد حتى أنه لم يكن قادرا على الجري ليعود من حيث أتى، فتوسل إلى المرأة أن تمنحه شيئا ليأكله. فقال لها: يمكنك أن تخبئيني بعيدا عن زوجك عندما يأتي. كانت زوجة الغول سيدة طيبة القلب، فأخذت جاك ومنحته بعض الخبز واللبن. وما إن انتهى من طعامه حتى سمع صوتا مدويا هائلا. كان الغول يمشي في الطريق، فأمسكت المرأة بجاك ووضعته في الفرن. دخل الغول المطبخ وقال بصوت مخيف:
أشم رائحة إنسان. سوف أسحق عظامه سواء كان حيا أو ميتا لأعد منه شطيرة الإفطار. أجابت زوجته: ما هذا الذي تقول؟ أنت دائما تقول إنك تشم رائحة إنسان، والآن اجلس وتناول إفطارك. أطل جاك من مخبأه وارتعد عندما رأى منظر الوحش الضخم القبيح. كانت مائدة الطعام ممتلئة عن آخرها بأكوام من الطعام. التهمها الغول كلها، ثم نادى زوجته وقال لها: أحضري لي أكياس الذهب. نظفت المرأة المائدة ثم وضعت الذهب أمامه. جلس الغول وأخذ يعد القطع الذهبية إلى أن بدأ جفنه يسقط فوق عينيه ورأسه ويميل ببطء، فاستلقى على المائدة ثم نام نوما عميقا، وأخذ يغط في نومه بصوت هائل حتى ظن أهل الأرض أنه صوت البرق. عندما أخرج جاك رأسه من مخبأه ورأى كل هذا الذهب، أدرك أنها فرصته الكبرى. زحف جاك خارجا من الفرن وتحرك ناحية الغول النائم والتقط أحد الأكياس المملوءة بالذهب، ثم هرب من القصر إلى الطريق الطويل الأبيض وهو يجري بأقصى سرعة عائدا إلى قمة الشجرة المسحورة. أخذ يهبط من فوق الشجرة مستعينا بالأوراق الخضراء إلى أن عاد ثانية إلى حديقته الصغيرة. صاح جاك وهو يفرغ القطعة الذهبية فوق مائدة المطبخ: أمي أمي، انظري ما الذي جئت به من فوق السماء. سعدت الأم الفقيرة برجوع ابنها إلى البيت ثانية، وأصبح لديها الآن المال اللازم لشراء كل ما تحتاجه. وفي أحد الأيام التقط جاك كيس الذهب فوجد أنه لم يتبقى بداخله إلا القليل من الذهب، فقرر أن يتسلق الشجرة ثانية. تنكر جاك في شكل امرأة حتى لا تكتشف زوجة الغول أمره، فسمحت له ثانية بالدخول ومنحته بعض الطعام. عاد الغول إلى القصر في المساء واختبأ جاك في الإناء النحاسي. نادى الغول على زوجته لكي تحضر له الدجاجة الذهبية، فأحضرت الزوجة الدجاجة ثم وضعتها على المائدة. صاح الغول بأعلى صوته: بيضي! فباطت الدجاجة بيضة من الذهب الخالص، ثم قال لها: بيضي ثانية! فوضعت الدجاجة بيضة ذهبية أكبر حجما. لم يصدق جاك عينيه عندما رأى البيض الذهبي، وسرعان ما استسلم الغول للنعاس فوق المائدة كعادته. وعندما تأكد جاك من عدم وجود أي شخص في الغرفة، خرج من الإناء النحاسي وأخذ دجاجة الغول. بدأت الدجاجة تصيح بينما كان جاك يجري نحو الباب، فاستيقظ الغول. مرت بضع ثوان قبل أن يدرك أن الدجاجة لم تعد موجودة فوق المائدة. فرأى الغول جاك وهو يحمل الدجاجة الثمينة تحت ذراعه ويجري بأقصى سرعته في الطريق الأبيض الممتد. بدأ الغول يطارد جاك بخطواته العملاقة حتى ظن أهل الأرض أن هناك زلزالا مدمرا. وبالرغم من أن جاك كان يجري بأقصى سرعة، إلا أن الغول كان على وشك أن ينقض عليه عندما وصل إلى الشجرة المسحورة. وبينما كان الغول على وشك الإمساك بجاك واسترجاع دجاجته الغالية، كان جاك قد انزلق برشاقة من فوق الشجرة عائدا إلى حديقته. توقف الغول لبضع لحظات وهو يفكر إذا كانت هذه الشجرة الغريبة قادرة على تحمل وزنه أم لا، ثم بدأ يهبط من عليها ببطء وراء جاك. بدأت الشجرة تضعف وتتكسر، وبدأ جاك يزيد من سرعته في النزول عندما أدرك أن الغول يتتبع خطاه. عندما وصل جاك إلى حديقته صاح مناديا: بسرعة بسرعة يا أمي، أحضري لي فأسا. أمسك جاك الفأس وأعطى أمه الدجاجة السحرية وبدأ يحطم الشجرة العملاقة، فتبايلت الشجرة
ثم تهاوت وسقطت محدثة صوتا هائلا. سقط الغول ميتا تحت الأوراق، بينما عاش جاك وأمه سعداء طيلة العمر بفضل هذه الدجاجة الذهبية التي جعلتهما أثرياء. إلى هنا نصل إلى نهاية حكايتنا لهذه الليلة، أتمنى أن تنال إعجابكم، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحون على خير.